في أخبارنا المنوعة الليلة، أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية أعلنت إقامة حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في 19 من سبتمبر في الهواء الطلق هذا العام بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا، هذا وفقا لوكالة رويترز. وقالت أكاديمية التلفزيون في بيانها، قررت الأكاديمية وسي بي اس استضافة جميع الفعاليات في منطقة إيفنت ديك في لوس أنجلوس. وذكر البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة في الولاية، وأنه ستكون هناك قيود على أعداد المدعوين. أعلنت شبكة بولي نويت نتورك المتخصصة في تحويل العملات المشفرة أن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية، خرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ونشرت الشبكة التماسا طلبت فيه من المتداولين الذين يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات إيثيريوم، باينانس تشين وأوكس بيليجون هذا العام، كما بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية إبريل حتى الآن نحو 432 مليون دولار وفقا لتحليل أجرته شبكة سيفر ترايس المتخصصة بحماية الأصول. أطلقت شركة نورثروب غرومان أكبر شحنة تنطلق من منشأة وألوبس للطيران التابعة لناسا إلى رواد الفضاء السبعة المتواجدين في محطة الفضاء الدولية. وتشمل الشحنة 16 التي تخصصها الشركة لوكالة ناسا، تشمل مشاهدين نحو 3700 كيلوغرام من التفاح الطازج والطماطم والكيوي ومجموعة من البيتزا والجبن للرواد السبعة هؤلاء، وهم ثلاثة أمريكيين، روسيان وفرنسي وياباني. تلقت ميتل الشركة المصنعة لدمى باربي انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم عرضها دمى أسيوية في مجموعاتها المتخصصة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام. فقد تعاونت شركة الألعاب الشهيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو 2020 لإطلاق مجموعة جديدة من الدمى مصممة خصيصاً لدورة الألعاب الأولمبية، وتتضمن المجموعة 5 دمى تعكس الرياضات الخمس الجديدة التي تمت إضافتها إلى البرنامج الأولمبي هذا العام، وهي البيسبول، التسلق، الكاراتيه، التزلج على الألواح وركوب الأمواج. عبر الكثيرون عن خيبة أملهم في شركة ماتل قائلين إن هذا التجاهل للأسيويين سواء كان مقصودا أو غير مقصود غير مقبول على الإطلاق.